السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا قلنا هنعمل العيش الشمسي ووريتكم بالظبط خطواته واحدة واحدة، وكله في نص كيلو دقيق، وعملنا اربع ترغيفة في منتهى الجمال. هنقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قلت لكم اخر مرحله كانت مرحله الفرن، ان انا ادخله الفرن واول ما يخرج اجيبه لكم. بصوا زي ما قلت لكم، يعني ما تحكتش عليكم ولا حاجه، ولا جبت عيش من بره ولا اي حاجه، انا كل حاجه بالمصداقيه. بصوا العيش اهو زي الفل، زي ما انا كنت حاطه الاثنين في الصاج بالمنظر زي ما وريتكم. بصي اللهم صل على النبي، الرغيف حلو. بصي بصي جميل ازاي وشكله حلو. بس ما فيش دقيق، ما فيش اي حاجه، زي القشطه. وادي الرغيف الثاني زي القشطه برضو زي العسل، ما فيش اي حاجه. ده اول صاج. وادي كمان الثاني زي ما قلت لك اهو، ما فيش اي حاجه. وادي بس الصغنون خالص اللي احنا قلنا اخر واحد الصغنن، انت عارفه لو اتعمل كده احسن كده جميل. كل واحد ياخد له رغيف، معقوله يعني هتاكل كل واحد ياخد الرغيف ده؟ حلو قوي صدقيني والله، سبحان الله بيجعل ربنا الصغير ده بيجعل فيه بركه والله، احسن من اللي احنا بنشتريه. يعني بصي بقى اللهم صل على النبي، بصي دول كلهم الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله، يا رب ربنا يبارك ويزيد لنا دايما يا رب. بصي كل دول كده من نص كيلو دي اربع ترغيف، بصي اهو والله العظيم اهو من نص كيلو دي. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه وبالراحه وواحده واحده. بص اهو زي الفل، نص كيلو دقيق. بص عملنا قد ايه، انتهى الجمال. وعيش بصي بيتكلم عن نفسي يعني. بص انا هفتح لك الرغيف، اللهم صل على النبي. بصي بص اللبه جوه ازاي، ده بقى ينفع مع ايه؟ مع ملوخيه، مع باميه، زي ما انت عايزه، هو ما بيقولش لا. بص اهو حاجه جميله، نص كيلو دقيق عملنا العيش ده كله. اللهم صل عليك يا نبي عليه الصلاة والسلام، وربنا يجعل دايما في خير، وربنا يرزقكم دايما بالخير. الله أكبر، حاجة حاجة جميلة، حاجة انت اللي عاملاها في البيت، مش لسه هتنزلي تشتري اهو. يعني انا زماني عملنا الاكل، هو كمان جنب الاكل وبارد، يعني انا سبته يتهوى شوية بره، ما شاء الله بقى زي الفل. اعملي حاجة في البيت هتبقى حلوة وحاجة جميلة، وبألف أنا وشوفها يا رب دايما للي ياكل. أقول لكم إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.